تقول لي يا سمير يعني اقدر احطه الناحيه الثانيه ولا لا؟ الكاس اقدر احطه هنا ولا صعب؟ زي ما احب. طب حلو جدا. اصل احنا امبارح حطيناه هنا وقبل كده كنا حاطينه هنا، فالمره دي نحطه الناحيه الثانيه برضه عشان تبقى ايه؟ حطيناه في الـ يعني كاس افريقيا موجود معانا، نحطه في كل الاتجاهات. كاس كاسنا ونعمل اللي احنا عايزينه فيه. يعني طبعا سعيد جدا بالتواجد مع حضراتكم على الهواء مباشره علشان دائما نحتفل بهذا الكاس. ليه احنا السنه دي بنحتفل بشكل، السنه اللي فاتت لو فاكرين البطوله السنه اللي فاتت خسرنا، السنه اللي قبلها البطوله كانت في وسط مباريات الدوري، يعني رجعنا من البطوله لعبنا مباريات دوري على طول. السنه دي الحمد لله عندنا راحة أو عندنا أسبوع يخلينا نقدر نحتفل. النادي الأهلي متعود، يعني أكتر نادي واخد هذه الكأس 11 مرة، وبالتالي إحنا متعودين، ولكن عايزين نفرح، عايزين نتبسط. الناس عمالة تقول لي إسلام خلي الفرحة شغالة، خلي الفرحة شغالة، خلي الناس مبسوطة، لأنه بالفعل هي واحدة من أهم وأغلى البطولات الإفريقية اللي توج بيها النادي الأهلي أعتقد في الألفية الحديثة. طب ليه أنا بقول هذا الكلام؟ لأن كل الظروف كانت اللي كانت محيطة بالمباراة، والحقيقة هنا درس كبير جدا جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي اللي أنا هتكلم عنه كتير النهارده. درس من مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارة الكرة في كيفية لعب المباريات النهائية وكيفية الاستفادة من الأخطاء. يعني إيه؟ مفيش حد كابر وطلع قال لك إيه؟ إحنا لم نخطئ. ممكن ما تلاقيش حد اتكلم فيها، ولكن عايز اقول لحضراتكم ان احنا كل الاخطاء اللي حصلت في الفتره اللي فاتت دي بالكامل تداركتها اداره الكوره مع الجهاز الفني مع اللاعبين في مباراه اول امبارح او مباراه يوم الاحد. كل الاخطاء قول زي ما انت عايز بقى، اللي حصل السنه اللي فاتت، اللي حصل من كام سنه، كل الاخطاء اتحطت. واضح ان الكابتن خطيب وهو بيتكلم مع الناس قال لهم احنا عندنا اخطاء 1 2 3 حصلت في العشر سنين الاخيره، مش عايزينها تتكرر تاني عشان نقدر نكسب هذه البطوله. وده اللي حصل، ان احنا كسبنا هذه البطوله بهذا الشكل وبهذا الاداء وبهذه الروعه. طبعا بخلاف ان البعض من الناس اللي شككوا في قدره النادي الاهلي في التاهل من دور المجموعات، يمكن هذا البرنامج والشخص اللي امام حضراتكم مش عايز اقول كنت الوحيد. الفترة دي أنا كنت بتكلم مع الكابتن، اتكلمت مع كابتن خطيب كذا مرة، تحس ثقة كبيرة جدا جدا من هذا الرجل في مجموعة اللاعبين اللي موجودين معاه. على فكرة كابتن خطيب ثقته كبيرة جدا في مجموعة اللاعبين اللي موجودة. اللي حصل إن دور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود قدر يوفر أجواء أكثر استقرار لفريق كرة القدم من زمان، ويمكن مجلس الإدارة خطط لهذا الإنجاز اللي احنا بنحتفل بيه مع حضراتكم دلوقتي. من وقت خلينا نفكر واحدة واحدة ونرجع مع بعض، ما ورناش حاجة. من وقت توجيه الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريش، أنا يمكن أرجع قبل كده كمان، يمكن أرجع قبل كده بشوية وأقول من وقت ما إدارة الكرة إدت لعيبة النادي الأهلي في ذلك الوقت أجازة قبل نهاية الدوري بفترة، بسبع ثمان ماتشات على ما أتذكر. من هنا وجهة نظري الشخصية إن من هنا بدأ الترتيب لبطولة إفريقيا اللي بعد كده، اللي هي اللي إحنا خدناها الحمد لله النهاردة.